الضيف الثقيل يأبى الزوال من مقاطعات عدة في الصين، فرغم عودة الحياة لطبيعتها بعد شهور عجاف من إغلاقات الحجر الصحي، يكثم فيروس كورونا أنفاس الصينيين من جديد. هذه ليست مشاهد من زمن كورونا، فالوضع الوبائي في البلاد يستدعي تشديد القيود بالنسبة للسلطات الصحية. ستواصل لجنة الصحة الوطنية والمكتب الوطني لمكافحة الأمراض الالتزام بالاستراتيجية العامة للوقاية من حالات كوفيد الواردة من الخارج ومنع عودة الحالات في الداخل. ستتبع الدولة بصرامة السياسة العامة لصفر كورونا مع التنفيذ العلمي والدقيق. لم يكن الإعلان مفاجئاً، فبعد أيام عدة من التكهنات حول إمكانية تخفيف الحكومة من إجراءاتها المتعلقة بصفر حالة كوفيد، يبدد المسؤولون آمال رفع القيود، مؤكدين المضي البلاد في استراتيجيتها للتحكم في المتحورات الجديدة. إذا تم تطبيق استراتيجيات الوقاية والسيطرة الحالية في بلدنا بشكل صحيح، فإنه لا يزال بإمكاننا التحكم بشكل فعال في المتغيرات والطفرات الجديدة لفيروس كورونا. وتشمل سياسة الصين للقضاء على الجائحة عملية الإغلاق والحجر الصحي والفحوص الصارمة التي تهدف إلى وقف تفشي الفيروس. وتضاعف العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين منذ سبتمبر، مما زاد من عزم السلطات على احتواء بؤر التفشي بأسرع ما يمكن فور ظهورها وفرض قيود على السفر وعمليات الإغلاق. وتعد بكين من العواصم الاقتصادية الكبرى القليلة الملتزمة باستراتيجية صفر كوفيد في العالم، إذ تفرض تدابير إغلاق سريعة وعمليات فحص واسعة النطاق وإجراءات حجر صحي مطولة لوقف تفشي الوباء. وساد التفاؤل في أسواق الأسهم في الصين هذا الأسبوع مع تعلق المستثمرين بأي تلميحات تهم تخفيف التدابير، غير أن الخروج من النفق المظلم لكورونا في الصين معلق إلى إشعار آخر.